وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي ليونسكو قطب دكار تنظم ورشة بنواكشوط حول ملاءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الموريتاني. فالبطالة باتت اليوم تشكل تحديا يواجه العديد من حملة الشهادات العليا في موريتانيا، وتعتبر دراسة الفعالية الخارجية لتنظيم التعليم العالي من أهم مراحل تشخيص نظام التعليم العالي في موريتانيا، والذي تقوم به مديرية الاستراتيجيات والبرمجة في وزارة التعليم العالي. هذه الورشة في إطار الاتفاقية اللي معدل وزارة التعليم العالي واليونسكو قطب دكار، وتجي في مرحلة من مراحل تشخيص عام قائمة به مديرية الاستراتيجيات والبرمجة القطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والدعم الفني لليونسكو قطب دكار. وستمكن الإحصاءات والبيانات والمعلومات المنتشرة عن التخصصات المتاحة من تشخيص مستوى الموائمة أو التوافق بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. إذا احنا بدأنا في الوزارة كخطوة أولى المعرفة الدقيقة الموجود، وعقب ذلك أنا عدل الشين قال له صدروا سنويا بعض الوثائق منها دليل التعليم العالي ولوحة قيادة فيها 86 مؤشر. فائدة لوحة القيادة هذه على أنها تقيس فيها مؤشرات التعليم العالي اللي تمكننا احنا من قياس مستوى تطور التعليم العالي بالنسبة لدول المنطقة والعالم. أي مؤشر يعطيك شنو هو مؤشر موريتاني بالنسبة للسنغال والمغرب وتونس، هذا هو اللي لا يمكننا من معرفة يا كان متقدمين قاع ولا متواخرين. ويشارك في هذه الورشة التي تستمر أعمالها 5 أيام فاعلون في القطاعات ذات الصلة سعيا للخروج بنتائج وتوصيات يكون لها دور فعال في الملائمة بين التعليم العالي وسوق العمل.